بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العين من أكبر نعم الله على الإنسان، وهي من أهم الحواس التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى يتفاعل مع ما حوله. العين تمتاز بأنها من أعقد أجزاء جسم الإنسان تركيبا، ومن أكثرها تطورا. يعني حتى أن الذين يتحدثون عن النشوء والتطور وأن الكائنات قد تطورت من كائنات أولية لم يتمكنوا من إثبات أن العين يمكن أن تتطور من كائنات بسيطة. حتى داروين صاحب نظرية التطور قال إنه إذا هو جزم بأنه العين دي بكل الروعة والتعقيد والدقة الموجودة فيها تطورت عبر السنوات من أشياء بسيطة، يكون قد كذب. فهي يعني تحدي من المولى عز وجل لكل الناس بعظمة التركيبة ودقة التركيبة ومقدرتها على أداء وظائف المختلفة، ومنها الرؤية. تخيلوا إن الرؤية بالعين ترى ملايين الملايين من الألوان المختلفة، دي بتعجز عنها أدق الآلات بتاعة التصوير، إنها حتى تجاري ولو جزء قليل جدا من مقدرة العين الإنسانية. فالعين الإنسانية الكاميرات بتحاول إنها تحاكيها، عندها من الأمام شيء أشبه بالعدسة الشفافة، هي القرنية. والقرنية دي بتنقل الضوء إلى داخل العين، بتلاقيها عدسة مهمتها إنها تخلي الصورة تقع بالضبط في الشبكية بتاعت العين اللي هي بتماثل الفيلم الحساس في الكاميرات. الصورة لما تقع في الشبكية بعد ذلك بتتحول من صورة مكونة من ضوء وظلال لإشارات كهربائية بتنتقل عبر العصب البصري عشان يتم ترجمتها في مركز الإبصار في الدماغ. المسار ده كله مسار معقد جدا وحساس جدا، وأي جزء منه إذا حصل فيه أي مشكلة بتتأثر الرؤية بتاعت الإنسان. العين لأنها موجودة في واجهة جسم الإنسان فهي معرضة لأنها تتأثر بالحاجات اللي حولنا، عشان كده المحافظة عليها مهمة جدا، يعني أهم يمكن من كل الحاجات التانية اللي هي عندها وسائل بتاعة حماية طبيعية موجودة بتحميها من التأثر بالجو المحيط. لكن العين بحسب وظيفتها لازم تكون في ملامسة مباشرة مع كل المحيط بينا في خلال حياتنا اليومية، عشان كده لازم نحافظ عليها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق لها مجموعة من وسائل الحماية، لكن هي في الآخر لأنها معرضة فنحن لو أهملنا أي إهمال ما عندها العين يعني مساحة تكون بتسامح فيها مع أي حاجة ممكن تصيبها. لازم نحن نحافظ على العيون نظيفة، دي من الحاجات المهمة جدا. مما نقوم من الصباح نتعود ونعود أطفالنا إنهم يغسلوا وشهم وجفونهم بالموية والصابون عدة مرات، لأنه في مواد دهنية بتفرز باستمرار من غدد في جفون العين، ودي مهمة جدا في تكوين الدموع. لكن يعني تراكمها في العين بيؤدي لتجمع بتعمادة دهنية، دي ممكن تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم الأخرى. الحاجة الثانية إنه ننوم وقت كفاية. العين بتحتاج الراحة، وراحة العين في إنه الإنسان ينوم ساعات كافية كل يوم. طبعا الساعات الكافية بتاعت النوم بتتناسب مع عمر الإنسان، كل ما كان الإنسان طفلا أو صغير في السن بيحتاج لساعة نوم أعلى، كل ما تقدمنا في السن بتقل ساعات النوم
ودي يمكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عشان عادة كل ما كبرنا في العمر بنحتاج لساعات أطول لأعمالنا ومهامنا، وفي نفس الوقت للعبادة والأشياء دي. بعد كده في المحافظة على العين إنه لازم نستخدم إضاءة كافية، يعني نجي نقرأ أو نشوف أي حاجة عاوزين نشوفها بدقة خاصة بالعيون لازم يكون في إضاءة كافية، والإضاءة مفروض إنها ما تكون مواجهة للعين، يعني الإضاءة المريحة للعين هي الإضاءة التي تأتي من خلف الشخص، يعني تجي من وراء لقدام عشان نحن نشوف الأشياء واضحة. برضو من الحاجات المهمة إنه ما نعرض العين لتيارات بتاعت هواء، خاصة الزمن ده انتشرت فيه المكيفات الاير كونديشنز في العربات وفي البيوت وفي المكاتب، تعرض العين للتيارات بتاعت الهواء الجاي من المكيف مباشرة بتؤدي لحدوث جفاف في العين، والجفاف ده بيؤدي لحدوث تقرحات صغيرة في سطح العين ممكن تؤدي لأنه تحصل مشاكل مزمنة في العين. عشان كده نحن بننصح الناس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لتيارات المكيفات، وأيضا لازم نتجنب الغبار. صحيح من الصعب جدا إنه نحن نتجنب الغبار في بلد زي السودان، لكن بقدر الإمكان نحاول إنه نتجنب الغبار، وإذا تعرضنا لغبار في أي وقت الناس يكرروا مرات غسل الوجه وغسل الجفون بالماء والصابون، وده بيقلل المضاعفات بتاعت التعرض للغبار. من أحسن الأدوية لتهيج العين خاصة الناتج من الحساسيات البسيطة زي من الغبار أو من أي مواد مهيجة للعين إننا نغسل العين وهي مغمدة بمويه باردة، وده بيؤدي لأنه الإحساس بالأكولة والإحساس بالإحمرار وكده كله يقل، وهي من الحياة المفيدة طبعا الموية الباردة وما عندها أضرار مثل الأدوية الكيماوية.